رمضان كريم. مع السلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. قبل ما نبدأ الفيديو كيف العادة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا خبز بالزيتون والمعدنوس، ياسر بنين ما نحكي لكمش على الريحان ودكم ولنشاهيكم. كما نعرفوا احنا في سيدي رمضان هكا نحبوا النوع في انواع الخبز، مره خبز مبسس، مره خبز لفيف، مره خبز القاعه. اليوم اخترت باش نعمل لكم الخبز اللي بالزيتون والمعدنوس، كما قلت لكم بنين بنين على الاخر. ان شاء الله تجربوها الوصفه وان شاء الله تعجبكم. هذه هكا الخبز نتاعنا، شوفوا قداش قطني هكا وهشوش. هذه هكا الخبيزه نتاعنا، مش نقصها لكم ونوريكم كيفاش الشكل نتاعها من داخل. بالنسبه اللي زور القناه اول مره نقولوا مرحبا بك، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومونتير. شوفوا ما شاء الله ياسر 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 خفيف وقطني. نخليكم تويكا مع طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمكونات متاعنا، مش نستحقوا 250 غرام سميد أرطب، لازم يكون السميد الأرطب بالباهي. عندي 250 غرام فارينة، قد السميد قد الفارينة، هاكا انتما كما تحبوا تعملوا المفيد. لازم كمية السميد قد كمية الفارينة. عندي شوية ملح مش نستحق، مش نعجن الخبز متاعي بالحليب باش يجينا هشوش وقطني. مش نستحق مغرفة خميرة ما يعادل باكو، مغرفة سكر، 4 ملاعق زيت زيتونة، من المستحسن انه يكون زيت زيتونة يعطي هذيك البنة والجو البنينة في وسط الخبز متاعنا. دونك هذو ما هكا المكونات متاعنا. اول حاجة مش نعملوها الحليب بالطبيعة يكون دافي، مش ناخو الحليب، ناخو كمية من الحليب. الحليب راهو ميلم منكم العجينة متاعكم، مغيرفة السكر ومغيرفة الخميرة. مش نحركوهم ونخليوهم يتفاعلوا مدة 10 دقايق، نغطيوهم بعد ما يتفاعلوا واحنا نكملوا بقية المراحل مع بعضنا. ولا كما تلاحظوا اختمرت الخميرة متاعنا. تويكا مش نضيف الزيت، حركها هكايا شويه ونضيف كما قلت لكم 4 ملاعق زيت زيتونه. من المستحسن اذا كان مش موجود نجمو تعوضوها بالزيت النباتي، مي كما قلت لكم يبنن برشا الخبز. فوالا هكا مش نضيف السميد، بسم الله. مش نضيف شويه ملح، مش نضيف الفارينة ومش نعجن بيدي. من بعد كما قلت لكم راه ما يتطلبش برشا عجنة. نضيف الفارينة ونكمل اللم بالحليب. لازمنا نتحصلوا على عجينة تكون هكية تتلصق شوية في اليد، لازمها تكون مرخوفة ما تكونش يابسة برشا، تكون طول. نوريكم القوام المطلوب باش من بعديكا نتحصلوا على خبز يبدا قطني وحشوش حشوش على الاخر، يبديش هكا يابس وكاسح. علاش ما حبيتش نربطكم بكميه معينه من الحليب؟ خاطر كيما نعرفوا انتم نوع الفرينة، فما نوع فرينة يشرب ونوع فرينة لا. فوالا هاكا ضيفوا وينكم ميزانكم. نخدمها هكا ميم با على البلان دو ترافاي شويه، ومن بعد نرجعها نخليها حتى لين يضاعف الحجم نتاعها. نخدمها هكايا شويه باش يتجانسوا هذيك الفرينه والسميد.
بعد كده نخليها كما قلت لكم، نغطيها ونخليها حتى لين يضاعف الحجم نتاعها. كملت لميتها كما تلاحظوا، من براني عجنتها جوست هكا لميتها حتى لين وليت لي كتلة واحدة. مش نضيف هكا شوية زيت في البول، مش ندهن هكا البول، مش ندهنها هي هكا. شوفوا كيفاش لازم القوام نتاعها يكون. خليها هكايا نغطيها حتى لين يضاعف الحجم نتاعها. بعد نكملوا بقية المراحل مع بعضنا، نغلقوا عليها بالباهي، ما نخليولهاش الهواء يدخل لها باش يتضاعف الحجم نتاعها بالباهي بالباهي، من بعد نرجعوا لها. ولا رجعت لكم تويكا بعد ما خليت الفات نتاعي يضاعف الحجم نتاعها. شوفوا ما شاء الله تويكا، مش نطيح لها هذيك الغازات اللي تكونت فيها. ومش نضيف المعدنوس، ومش نضيف الزيتون. الزيتون تنجمو تعملو زيتون اخضر، تنجمو تعملو زيتون اكحل، تنجمو تعملو زيتون اخضر واكحل كيما تحبو انتوما. ندخل الزيتون والمعدنوس في وسط الفات الباهي، بطبيعة الزيتون غسلته وخليته شوية هكايا في الماء باش ينحي هذيك الملوحية نتاعو، من بعد متجينيش الخبزة مالحة برشا. تويكا مش نقصر الفات نتاعي على ثلاثة هكايا خبيزات، وكما تحبوا انتوما، كما تنجمو تعملوهم صغرونين، كما تنجمو تعملوهم حجم كبير. انا اليوم مش نعملهم هكايا ثلاثة خبيزات هكايا، نعجنهم هكايا باش ندخل هذيك المعدنوس في وسط البات. نجمو راهو تزيدو تضيفو البصل زيدا يبنن برشا مع الزيتون والمعدنوس. فوالا ندوروها كيما هكا، نلموها كيف كيف بنفس الطريقة. نعملوها كيما هكا، هذه هي الخبيزة الثالثة كيف كيف. ولا كيما تلاحظوا قسمت الخبيزات نتاعي، خليتهم هكا تو مش نغطيهم، خليهم هكا من با 5 دقائق يعودوا يرتاحوا، باش من بعديكا كي نجيو نشكلوهم يطوعونا في التشكيل وما يقعدوش يتجبدوا. نغطيوهم بعد نرجعوا لهم. فوالا هكا نرجعوا، مش ناخذ فابيكليسون كيما هكا، مش ناخذ الخبيزه نتاعي مش رشها البابي كويسون، مش نرشو بشوية فرينة. مش نطرح الخبيزة نتاعي كيما هكا، جست هكايا بيدي تمشي معايا كيما تلاحظو، بما ان خليناها ارتاحت شوية. هذو مكعبات الزيتون اذا هكايا خرجوا لكم، نحشوهم من اللوطه
ونكملوا نحلو الخبيزه نتاعنا، ما نخلي ما نحلوهاش جويده برشا، وما نحلوهاش وما نخليوهاش خشينه، عباره مش نعملو كعيبه خبز المبسوط. سمحوها هكا نعملو على شكل دائري. بعد ما نحلهم هكايا باش نعاود نخليهم 10 دقايق يتضاعف الحجم نتاعهم مرة أخرى، ومن بعديكا ندخلو نطيبوهم على الفرن في الفرن. عندي أنا هذوما هكا الطبقة هذوما ياسر ياسر طيارة للبيتزا وللخبز للسوفلي للباكيت فارسي. فوالا شفتوا علاش عملنا البابي كويسون باش يسهل لنا العمليه، وفي سافيسا من نقيموها على كيما هكا. باش نعاود طيبه اخرى معاكم، رشه كي شويه فرينه فوق البابي كويسون، وراه ما يلصقش ما جيش كيما قلت لكم هكا باش يعاوننا في الهزان الخبيزي. بسم الله كيف كيف نحلوها بالطريقه هذه. من الداخل يقعدوا من الداخل، فوالا ونحلها بنفس الطريقة. فوالا كملت حليتها، مش ناخد طقم تاني. بعد ما كملت شكلتهم الكل كيف بعضهم هكايا الخبيزات نتاعي، مش ناخو هكايا نشكلهم، مش ناخو كومباتي ما هكا، مش نقسمها عبارة مش نقسمو بيتزا، مي ما نوصلوش للبارتي هي هكا الوسطانية، يست هكايا ان شاء الله تكون واضحة. هاكا كيما قلت لكم بارتي هذه ما نوصلوهاش، جست هكا نقصوا الاطراف، ومن بعد نعملوا عباره مش نعملوا كرواسون، باش نقصوا المثلثات هكا من اللوطا كيما تلاحقوا. فوالا مش ناخذ هكايا الطرف هذايا منا طرف منا، ونعملها بالطريقه هذه هكا، ونسكر عليهم. شوفوا بارتي هذه وبارتي هذه، نهبط هكا اللوطة ونسكر، نتحصلوا على شكل وريدة مزيانة. فوالا تحبوا تحطوهم دورين، خليهم كيما تحبوا انتوما. كيما تعرفوا احنا في شهر رمضان هكا الواحد صايم، والعين قبل تاكل قبل الفم. فوالا نزلو عليهم هكا بالباهي باش ما يتحلوناش. سهلة الطريقة وما فيها حتى شيء، هاكا الصورة تحكي وحدها، تفسر لكم كذلك بالقدا. شفتوها مزيانها ياسر ياسر مزيانة، ديما ننزلو بالباهي باش من بعديكا ما يتحلوناش. فوالا تو مش نغطيهم، خليهم يختمروا، بعد نرجعو نكملو بقية المراحل مع بعضنا. فوالا رجعت لكم تويكم بعد ما اختمرت الخبيزات نتاعي كيما تلاحظو بالشكل هذايا هكا. تو مش ناخو اصفر بيضة، ومش ناخو خذيت معاها شوية حليب، نحركهم هكايا مع بعضهم بالبي، ومش ندهن الخبيزات نتاعي وندخلهم للفور. الفور خليتو يسخن على 200 درجة،
ديما الخبز يحب ديما نار قوية، ندهنوه مكياج أصفر البيضة وندخلهم للفور يطيبو مدة 20 ولا 25 دقيقة، كل واحدة والفور متاعها. ديما عينكم ميزانكم، ديما الوقت ما نحبش نعطيكم بالضبط على خاطر كل واحدة والفور متاعها. عندي لهنا هاكي يا سينوش، نجمو تعملو سينوش، نجمو تعملو بسباس، انتوما وش تحبو تزينو الخبزات متاعكم. تنجمو تعملو جلجلان، كتان، شوفان، اللي تحبو انتوما تزينو الخبيزات متاعكم. عندي لهنا بذور شيا زادا بنن برشا المعجنات والخبز وكل. على كيما هكا، هذه هكا الشكل الثاني الوريدة، كيف كيف مش ندهنو هكا أصفر البيضة. ردوا بينا هكا بس سندهنوهم باش ما نطيحو لهمش هذاك الهواء اللي تحصلنا عليه في الخبيزات هكايا. فوالا هكايا حتى الجناب دهنوهم باش يقعدو لنا دوري مزيانين. كيف كيف نزينوهم هكا، ننزلو عليه شوية باش هذاك السينوج يشدلنا في الخبيزة. هكا هاو ندخلها من الفور يطيبو، من بعد ما يطيبو انا نرجع نوريهم لكم في المشهد النهائي متاعهم. رجعت لكم تويكا بعد ما كملت طيبت الخبيزات متاعي، هذايا هكا الشكل متاعهم ياسر ياسر مزيانين. ما نحكي لكمش على الريحة، ريحتهم ياسر بنينة. نوتكم ولا نشاهيكم، هذه هي وصفتي كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنساوش باش تشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كويزين باي منو، تابعوني على الباج فيسبوك كويزين باي منو، بارتاجيو الوصفه بين حبايباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائده. وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.